الله يتلف الله يتلف الراعي. كيف السما خارج له والله. اللي الحق اللي الحق. يا ماما انا هدف بعد رجع نانا ما يلا نانا ما يلا ما انت ابو قدام تاي سنقول ماما اخبار ديدي تروس السنغال فيه بوي هي دم كافتلك او نين مواكر قيب بوي هي بوي هي السلام عليكم ورحمه هذا ما هو صالح انا قلت لي طين تلفن ديك لي فيض ماما ما اخبار ماما انت ما فاتي مخك سمياي لما كوتي عم كريدي عم الدرب اقرا عم الكريدي ما معنى تلفن ماما من من اكل فيت ممن بعد من انا اكسدو ايوا حنمشي نود داك الكليفيط انا اخوتي راه لكم بعد بلا حين ندوز لي لا يجيبوا ان شاء الله لا يجيب الكليفيط ولا يجيب الكليفيط قلت لك انت يا دي لا يجيبك هذا منادم اللي يبلق من اللورا من هو بو منادم من هو ما بويا رواية راهي داخل اللورا ما نعرف وجهه من كذا لا من هو انا ماني حاسب انا قاعد ايه اليكس من هو اليكس أليكس أليكس هو جاي؟ أليكس أليكس أنا ماني فهمة لك شيء أليكس أبوك صباح صباح أنا عرفتي أنا تخيل اللي كنت صاري اللي كنت أخبارك من من خمنا كري أنا عرف دار أو يعرف دار أو دار ما بقى جيت هنا جور باز يوان برم سكين قماخة قلت لي دار رأي أنا ضبط سخول أنت أول مرة تجير روس أنت راسك في جي بيس كلاس او صبا صبا شو ما استرافي نادر انا دام شاي هذا هذا دام شاي هذا بوتي هذا اليكس ولا عاد صبت تذكرتهم تايرو صبي صبي هذا اللي عندك شوف قلت لك اللي عاد فات تذكرتهم عمرهم كنتهم مديو معطيني كاس نيني كاس كي شي يعني اليكس من هذا صبا صبا ما شاء الله ما استرافي يعني يعني ستار خليك انت هو في المصا ستار من واو واو من ما نعرفش صبا وخدم اللي مو عندي فيه كنترول مال انا باسي دو فيلا فيلا نكون السنه الماضي انا مولي جيت انت قلت يا دار نحن راي انا ضبطت الدار السنه الماضيه انا لا امو ما تعرفي قلنا السنه الماضيه او ما السنه الماضيه حط له كلاس حتى صيف او صبا صابيان شو ماستر شو بوت واي من دما عملو دما عم بني بزنس خمنني كيف يو من اكيو فون عند بزنس بي وا امون دار من دا بوك سوبر سينغون مدام روس السنغال يو خارج يو خارب من بارا حنوفو حي خارب من بارا خارب ولا يا كمبي السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله السلام عليكم يا مرحبا 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 قولي طفينا ما عرفته هذه ما طفينا صغيرة لا حول ولا قوة إلا بالله اتغيرت تماما عندي ما قمنت من الجهة اللي جاية منها تغيرت يا عتبر الحمد لله قولي تو من استهداكم ما تحتاج احنا كين اللي جينا لقراءة استدارك حالي ولا كين اللي جيت قلت ما انا واعد دار الشيخ الدشرة قالوا لي الشيخ الدشرة راهوني انت قاعد الشعب اللي باك قال لي واحد نفسك بدت 100 ايوه جاء الاخر قال لي ما انا الله ادوا على الشيخ دشره اركب الله يا خيله يا حسين وطلعوا انا عند مدة الله يا خيله يا حسين حان يا استاذ يا انت قعدت حان دخلت دوش انا دخلت دوش الفارسات راهو قدام انا دخلت يا استاذ مرحبا لك قلت يا دلال ايوه استاذ امي يا غلبان يا خير ما شاء الله اختي تغيرتي عندي سبحان الله الرحيم هذا الزمن عجيب وقريب اول دار الشيخ دشره شماسي انا عندي عامل ابوي ايوه استاذ يا غلبان شماسي يا خيله شماسي نحوالك
اخويا انا الغالي ما قبلت لي بعد الصبح انا قلت لك اني جيعانه دور شنو جيعانه يا قلب سيدي مارك كنا جينا لاتحاد جارك حالي وشريت لك مبرايتين كلهم فيها بيضات وشريت لك خليك يبوش يعقلك هم مالك تكايسي بعد قبلت لهم مبرايتين وبيضتين وبوشين من البيض سكنتو يبي الجوع الله ما وانت جيعانه الله الا جيعانه عايشة الله يلطف وانا قبلك مبرايتين كايس مبرايتين حنا يا ابن عايش وانا قبلك حالي شوف يا اللي خليك لا يمطرح شيهم ما كلتي ولا ني فضلت لبي وكلي ما سمعتي وافي اخويا انا الغالي تعرف انت عني انا عند الدار اهلي ما قط مسيت شي سوشو فيا راح عند الناس الحق بع بويا هذه روايه شن هي عايشه هذا صاحبي انا قالوا محمد بويا ومعروف بلي قال له الثقل يا قال له يوصيك لا تنفضحي انت ما شفت الفول اذا وصاك اللي طلع بعدنهم بركمهم فوقنا ايوه وش عدل ما صراعي فيها ترى هاي انا ماني حامل تراني قايل لك انظر تدخل على صاحبك ذا والله والخارتك والله ذا هو اللي خلط عليك قول له فالي استوى الباس يجروا عني في واحد من البيت ايه والله والله ان شاء الله لا تنفضحي لا تنفضحي ممكن تبدحي بقى تنشر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى ايش لباس يا اخي كيف حالك يا اخي لباس عليك ايش حالي هالي يا مرحبا يا مرحبا وسهلا بخير او عايشة قلت لي دير مرحبا لابسة زوينة هذا قاصر قوارب وش تري والله اذا قاصر قوارب زوينة تبارك الله تبارك الله جبري منه خمس ملاح فضل ست اللي حاني كملي تمني انت استراح انتية ان شاء الله نكرد انا بيتك ونقسمك المرصه ونقبض رقايتك منه خليك لا مشو ضرك ما يتعب انا مشو ضرك والله مشو ضرك والله ما يتعب والله ما تعبت ترى يا اخوي انا الغالي شو وجهك الدار لا دارك اللي خليك لي وهذه اختك لا تستحي طول عمرك شي كامل دوري لا قبضيت ولا تشوف شي ما طلبت هذا اخويا انا وانت قاع ما بيننا خليك ان شاء صافكو لإنتاج العصائر والمشروبات الغازية أكبر وأول شركة من نوعها في موريتانيا تعمل الشركة بطاقة إنتاجية تتجاوز 20,000 زجاجة في الساعة وذلك عبر استخدام معدات وأجهزة تصنيعية حديثة مستجلبة من أعرق الشركات العالمية تتم عملية الإنتاج بطريقة آلية وبدون أي تدخل بشري ولكي تحرص صافكو على صحتكم لم تكتفي فقط بالتعاون مع عمالقة المختبرات الألمانية والسويسرية بل تخضع المنتج للفحص المستمر الذي يرافق عملية الإنتاج من البداية إلى أن تصبح المادة جاهزة للاستهلاك صافكو توفر لكم عصائر ناتيريل بجودة عالية ومشروبات ياسكولا الغازية بمختلف الألوان والنكهات ياسكولا جودة عالية ومذاق مختلف أول مشروب ياسكولا ماما أنت ساعي تخمي بي شنو؟ لا تخمم شنو كلا أنا كلي ميتة بيجو بعد يا حاجة لا الحق مخلي هذا ما بساوي مدى ساعة تم عصبح عنده بشي طاش من مبورو ولا ترى شو نزل الزرقية من أجل تشف طويصة عليا خمس هرواقيش يا غير بعد بسم الله هاكي ما يا اخي لا يطرحوا لك البليته وتجي الناس متلاحق عليها انا ظاهر انهم لا يطرحوا بالكوزين وين نرقدوا احنا لا نمشي يرجعوا لهم لكن بعد ما وكد هاي وانا علم دايما مو بالكوزين لكن قلت شي حق انا اختي خلي علي ما طنطري والله لا طنطري ولا هم اكبر لان تشوفي المره الجايه يقول لي اللي مو تصحي شنبور يعلم يفضل الناس انك لنا ناكل نبور ما مانع ضرب هذا من عفو بعد العفو ايه عبد يجيبها يا ربي يكفرها شو ما سوف ينبور وما عندكم يا الناس هذا شنو انت ما تسمع الحق من البويت يا عندك اختي لا في الجوع الحمد لله يا نفر الاقطاع عليها يطرح هذا قبل يا اختي ما لا تعذري لا تطلقي عند غدها ما يتواصل ان شاء الله ما يغلقها ان شاء الله يغلقها لو خليني اجيب لكم الغدا يا وحني عيط لك ليفي طهوه وغدا معانا هي معانكم بعد والله وانت فيه ضليع المالي فيه هدرك ما امنك فيه بعد لا اخذ انا نحن الحمد لله يا امي
احنا وصلنا طوعون تم يصب الشيء عند الجازله كامل هذا يا راشد هذا هذا كنا كرتون بول هاني طبعا متكاي ما وريكم ما هدك تبز نخلاقي ما وريكم احرص علي منك تشوفي هذا طول عمرك ما قد 85 الحمد لله باقي مرتين يا لا تأتفوا بذا تاي المرفوض ما وسوي له محترم هذا تاي ما هو الرأس يا ويلي قلت له انت ذاك ما عدرف صار وعيشة شوف لك نهارة ترى عشيك خبيارك ياسي وخط طول عمرك مرك مرك او خط طول عمرك اخر ماني واخذ هذا صلوا هنا صلوا ما هو بلا تاي ولا هو بلا الدراريع انت شاكنا ما قسنا ولا بريسين كلكم يجي يطرح دراعته هون يا طفل المعلومة اخر طول عمرك اخر قلت التربية تفوق الجيل التالي ما هو رزق متير يا نفسي لو هون ليش هذا ما هو بيت يتيا فيه لو بيت يزرق فيه اللي بيه رأي فيك نهارات ويجيك تعاطى الألوان ويا دوري تعاطى الألوان دوري تعاطى قع شمالي اللي كان بي اللي أنت حد يحترم راسه ويعرف ان هذا بالخيانة شيخ الدشرة ونقل عدل فين عدل يا بياني ما يداخوك هذه داري أنا عايش خفت عني معينك خفت عني قاسك لشو البيت أخذي أخذي ونهن نقوم من هون جيلي في عيني سمعتي هي هو لا يصح الا الصحيح هاري والله الا دار اخوك انت قبال ولا بلد قعادك وبلد سكنك وبلد كل شيء يسوى وشنو يا قال في الحقيقه هذا ما كنت نبغي نقوله يا قال مدي في الحقيقه الورانيه اللي لك اثرت ليالي حامد وانا شاكره ما قمر عيني بيتصرف هذا ايه يا قال حنيني خالق الواحد الحقيقه الورانيه هذا ثلاث ايام فوت معانا هذا بي لا عزتك افطن من قد يمامه ما نقوله له هذا ثلاث ايام فوت معانا جاب عمارنا فيهم هذا الراجل ما يتيمه في صالون ويتوضا لا في صالون والفراش مسروق عليه اللباس هذا كامل قاع من الثقل ما داعي له ما داعي له شوف ماني والله انا اخويا لا يعد سمعت ما مرجي قدام هذا ما تعاقبوش ماما قبلي فارس على ايتي حالي ما حنين انت بلا كلمه تلاقى عليك نمره انت بلا كلمه ما هو سمعك هيك تلاقى عليك نمره يا الشيخ اول عايز قبل حنا وغلط وصلت لك ما ادري وصلت لك محمد بويا ماما حنين محمد بويا شوف انا مشيت لك الساعه الا حد اني قبلت مقصد لين توالله فيه بعد انك بطيتني يا ما هي بعد فكري في ثلاث ايام انا بعرفه هي مره ثلاث ايام الحمد لله انا خرج على الشمس انا خرج على الشمس جاي معاك السلام هاني 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 يا ابويا ما تعرفوش الطفل الثقيل وهو ثقل منها وقلت التمالك وتفيهم يا سبحان الله هذا النوع من الخطار عجيب وقريب انا بعد البيضان يقولوا مرده بسيطه وواضحه يقول لك اني سلك طرفه لا تقعد عليه